نذكركم بالعملة ديالنا، بالشعار ديالنا، جميعا من أجل محاربة المحتويات التافهة. أي محتوى تافه ما نشجعوش، ما نبارطاجيوش، ما نشوفوش، لأنه غير كان كليكيو كيولي هذاك السيد ولا هذيك السيده عندهم بزاف ديال لي فيو. بالنسبه للشركات ديال مواقع التواصل الاجتماعي ما كتعرف شيء المحتوى بالضبط، فبالنسبه لها هذوك الناس راهم من الناس المهمين ومن الناس المشاهير والمؤثرين، ولكن للاسف حنا كنشجعوا العاهات. فحضيوا راسكم، اي عمل لا يستحق التشجيع ولا يستحق المتابعه ما تتابعوش بما فيه هذا البرنامج وهذا البث. الا كنتو كتشوفوا انه خاوي وما كيعطيكم والو، ما تشجعوش، ما تبارطاجيوش، ما ديروش ليه جيم، واعتبروه من المحتويات التافهه. اذا جميعا من اجل محاربه المحتويات التافهه.